محمد عسير الكرة الصاب، الكرة اللي كانت خلف المدافعين والكرة اللي كان فيها تميز، والهدف الأول لفريق الوحدة. يوسف القطيوي بتسديدة من خارج منطقة 18 بتسديدة مباغتة غلطت محمد الخوجلي كانت في منتصف المرمى، ولكن يوسف القطيوي يرد أيضا على حاتم عقل اللي هدد قبل قليل لفريق الرائد على مرمى فيصل المرقب. يعود هداف فريق الوحدة اللاعب المغربي يوسف القطيوي صاحب الثلاثة أهداف، ويسجل رابع أهدافه بتسديدة لاحظ اصطدمت بالأرض أيضا قبل وصولها للخوجلي، خادعت حارس المرمى ومن ثم إلى داخل المرمى. ردت فعل نوعا ما بطيئة من الخوجلي، وإن كانت الكرة أيضا يعني اصطدمت بالأرض ومن ثم دخلت إلى داخل المرمى. هدف أول في الدقيقة الثامنة الآن، لاحظ الإعادة مسافة بعيدة يوسف القطيوي والكرة في منتصف المرمى، ولكن مرت من تحت الخوجلي.